متصل آخر. الأخ علي تفضل. الأخ علي تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، عليكم شلونكم؟ راس السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا، إذا ممكن عندي سؤال حول فكرة جديدة، وهي الفكرة تقول في بطلان التقليد، فهل ما يدعم هاي الفكرة من روايات أهل البيت أو القرآن الكريم أم لا؟ واضح إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ لا لا، شكرا جزيلا. بس من بل باب ألو بل أسمعكم، تفضلوا. سيدنا، بس من باب الإيضاح، بل قال إنه وارد ما يدعم جواز التقليد في رواية الاجتهاد، اللي هي وأما من كان من الفقهاء صار لنفسه. قال هاي الرواية يبطلها السيد الخوئي، ويبطلها الشيخ الفر العاملي، وكذا، والسيد المرتضى والشريف الرضي. هل هناك رواية عن أهل البيت يجمع عليها جميع الفقهاء، بحيث جميع الفقهاء يقولون أن هاي الرواية أو هذا الحديث في جواز التقليد أو في وجوب التقليد؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال، هل أنه التقليد واجب أم غير واجب؟ أحسنت، جزاكم الله خير، بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ علي سؤال عليه حال سؤال مكرر، ونحن هذا السؤال أجبنا عليه في عدة مناسبات في رمضان وفي بعض المحاضرات في رمضان، ولا بأس أن أجيب على سؤال الأخ علي بهذه الطريقة. أولا يا أخ علي، هذه الفكرة التي الآن تطرح والشبهة اللي تطرح أنه التقليد مو واجب، التقليد حرام، ولا ليس هناك دليل على وجوب التقليد، هذا كلام في واقع الأمر كلام غريب، غريب من أي جهة. أنه نحن نجد أنه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العقلاء، يعني شيء لا يمكن أن يختلف عاقل مع عاقل فيها. مثلا الآن النهار الشمس موجودة، هذا نهار لو ليل؟ يقول له لا ليل. يقول له بابا نهار؟ يقول له لا ليل. هذه قضية يقولون عنها شنو هذه؟ هذه قضية حسب تعبيرنا جدل عقيم وصفصطة ما إلها معنى، لأنه إذا كانت الشمس موجودة فالنهار موجود، بعد ما في نقاش. فالشيء اللي ما في نقاش هذا لا يمكن أن يناقش فيه، فإنه من الصفصطة ومن الحماقة ومن السخافة. فلذلك مسألة التقليد من المسائل التي لا يختلف فيها اثنان عاقلان، جيب لك عاقل ويعاقل آخر، اسأله سؤال، رجاء أسأل سؤال بعيدا عن حسب تعبير السيد المرتضى والشيخ الوحي ما أدري وفيد ما أدري الكليني وكذا، بعد هالقضية رجاء قول يا أبا أنا ما أريد أبحث القضية، قضية شنو من الروايات والكذا، أنا أريد أسأل سؤال. هل الإنسان الجاهل في أمر، أنا أجهل في قضية الإخراج والتمثيل والما أدري الفن التلفزيوني، أنا لما جاهل في هذا الأمر وين أريد أروح الآن أسوي برنامج، أريد أسوي قضية إعلامية، وين أروح؟ طبيعي أروح الأخ المخرج الفلاني، الأخ الجرافيك الفلاني، الأخ المونتاج اللي يمنتج، والأخ المصور، لأنه هم الخبرة في هذا المجال. وإذا ما رحت إلى هؤلاء وذهبت إلى أشخاص آخرين، إلى علماء الدين، أقول تعالوا أريد أخرج مسرحية وأخرج مثلا محاضرة أنشرها على المواقع، يقول والله هذا مو شغلنا، إحنا علماء دين في مسائل الدين هذا مو شغلنا، روح إلى أهل الخبرة في هذا المجال. هذه المسألة جاء أسألك الآن عنها، هذه قضية مقبولة عقلائيا، مقبولة عقليا، أن الإنسان الجاهل يرجع إلى أهل الخبرة في أي عمل وفي أي فن وفي أي اختصاص؟ لو لا تقول لا سيدنا هذه قضية ما مو ثابتة. سؤالي الأول هذا جواب، أنه ماكو عاقل يقول لا، أنا ابني مريض في قلبه أخذ إلى اختصاص أذن وحنجرة، أروح أقول للدكتور أذن وحنجرة عفوا هذا ابني قلبه بخفقان، يقول سيدنا هذا مو شغلي أنا، ودي دكتور اختصاص
مو شكله لا. أنا بيتي الآن السقف قام يخر، يخر ماي، مطر إجا، زين. أروح إلى الخباز أقول له عفوا هذا السقف مالتي يخر ماي؟ شو يقول لي؟ سيدنا شو القصة؟ أنا خباز، أنا أعطيك خبزة، خبزة لحام، خبزة سمسم، خبزة مقسبة، خبزة صغيرة، كبيرة، أنا خباز، أما بيتك يخر وسقفك يخر هذا وين تروح؟ روح المهندس، روح مقاول، روح البنا، يحلك المشكلة. هذا الكلام اللي أتكلم إخواني، هذا كلام مقبول لو مرفوض. إذا مرفوض هذا بعد يحتاج إلى نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة على عقولنا. إذا كلامي صحيح ومقبول فنيجي نسأل في مسائل الطب، في مسائل الهندسة، في مسائل النجارة، في مسائل الحدادة. أنا لما أريد حدادة أروح إلى النجار يقول لي سيدنا ليش جاي هنا؟ أقول أنتم كيف تلوموني في قضية الحدادة وقضية النجارة؟ أروح للطبيب تقول لي سيدنا ليش تروح للطبيب؟ تلوموني وتقولون روحتك للطبيب ما كان صحيح، روح للنجار. في مسألة الطب ما أروح للخباز يقول لازم تروح للطبيب. ليش؟ لأن كل واحد باختصاصه. سؤال، ليش في قضايا الدين ومعرفة شريعة سيد المرسلين وتعديل أعمالنا وتصحيحها أنه هنا نقول لا أهل الاختصاص خروحوا على جنب، كل واحد هو يعرف الدين، كل واحد هو يفهم الشريعة؟ هل أمر الدين هل قد سهل؟ وأمر الدين هل قد حسب تعبيرنا بسيط ولا لا قيمة له؟ الدين لا قيمة له حتى أن كل واحد هو يصير أهل اختصاص هالشكل؟ يعني هالشكل صار الدين، أنه في أمر الدين لا تروحوا للمختصين، روحوا لمن؟ لأي واحد، أي واحد يعرف يقرأ ويكتب، أي واحد يفهم ما يفهم، أي كتاب يفتحه كذا، هالشكل يعني؟ هذا الأخ اللي يطرح لك السؤال قل له عيف الشيخ المفيد وعيف كذا، يجيب لي أسماء وحسب تعبير تكبر السالفة علي. سؤال، أسألك سؤال، الجاهل في أمر إلى من يذهب في ذلك الأمر؟ أنا أجهل في النجارة، وين أروح للنجار؟ أنا أجهل في أمر الطب، وين أروح للطبيب؟ أنا أجهل في أمر الهندسة، وين أروح للمهندس؟ أنا أجهل في أمر الدين، وين أروح؟ يقول لا تروح لأحد. معقولة؟ أمر الدين اللي أنا باكر أواجهه الله، أمر الدين اللي أنا باكر أحدد مصيري لو صحيح لو غلط، لو أهل حق لو أهل باطل، لو أنا أهل جنة لو أهل نار، هذه أنا أمشيها شكل؟ إذن ليش الله أرسل الرسل وأرسل الأنبياء وأرسل الأوصياء وأرسل المبلغين؟ ليش رب العالمين في القرآن الكريم هاي الآية قرأ اللي هي رجاء، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني نفر، تدرون شو نفر؟ نفر يعني ذهبة، نفر يعني ذهبة، فلان ينفر يعني ذهبة. فلولا نفر، الله يقول هلا مجموعة من الناس ينفرون، وين يرحون يا مولاي؟ قرآن جاي يتكلم، وين يرحون؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مجموعة، وين يرحون؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. حتى شو يسوي مولانا يتفقهوا في الدين؟ ولينذروا قومهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. الله يقول جماعة خليه يروحون للحوزات يتفقهون. وين يتفقهون؟ مو بالكافينات يتفقهون، مو ملعب كرة قدم يتفقهون، مو بالسينما يتفقهون، في حوزات العلمية. فليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. يعني يرجعون إلى قومهم يقولون يا جماعة ترى أكو الله، أكو رسالة، أكو الدين، أكو قرآن، أكو صلاة، أكو صوم، أكو اعتكاف، أكو حاج، أكو خمس، أكو زكاة، أكو صوم. هذه لابد يبينون لو لا. يلا الآن افتح القرآن، هذا اللي يستشكل عليه يقول له افتح القرآن، رجع افتح، طلع لي صلاة الصبح إذا صليها شنو أحكام صلاة الصبح؟ شو أقول بالركوع؟ يقول روح للكافي، أروح للكافي، الكافي بروايات، بروايات صحيحة، روايات غلط، روايات عامة، روايات خاصة، روايات
مطلقة، روايات مقيدة، روايات تعارض الرواية الأخرى، رواية ضعيفة، رواية قوية، هذه من شغله؟ شغله هذا ما أدري منه يجي يحل هالمشكلة؟ لماذا نحن في مسائل الدين للأسف أي شبهة وأي عاصفة وأي ريح تأتي تزلزلنا في أمر ديننا، تزلزلنا في أمر شريعتنا؟ وسيدنا والله يقولون التقليد غلط. اللهم صل على محمد وآل محمد.